رحبت مصر بقرار الأمم المتحدة حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها وقالت إن اعتماد الأمم المتحدة للقرار يعد انعكاسا للتأييد الدولي لانتهاء وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكل مظاهره غير القانونية. وأضاف البيان أن تلك الخطوة تعبر عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وتعد اعترافا بحقه في تقرير المصير. كما طالبت الخارجية المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية تكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.